اليوم مشاهدي الكرام هو اليوم العالمي للشباب اللي أقرته الأمم المتحدة في تاريخ 12 من كل أغسطس من كل عام، وفي هذا اليوم راح نتكلم أكثر عن الشباب الكويتي اللي هو شباب مبدع متسلح بالآمال والخطط للمستقبل. دائما طالما عندنا جميع الاحتمالات والفرص أمامه، إلا أن رحلة الألف ميل ما توصل لنا إلا إحنا اللي نصنعها وإحنا اللي نحققها باليوم أو في العمل اليوم المستمر. نعم، لهذا نجد أن الكويت مليئة بالأنشطة المخصصة في بناء قدرات الشباب وتعزيز إمكانياتهم. الحلو بالموضوع أن العاملين عليها ومؤسسينها هم أيضا في ربيع عمرهم، لهذا يسعدنا أن نتحدث عن هذا الموضوع، خصوصا أنه يتزامن مع اليوم الدولي للشباب. هذا هو محور حديثنا مع ضيوفنا في الاستوديو، جميلة العتيبي رئيس برنامج الإرشاد القيادي للمرأة الكويتية، وفهد لضويحي ناشط بالعمل الشبابي. صباح الخير وحياكم الله. صباحكم الله بالنور. صباح النور الله حافظ. صباح النور الله حافظ. حياكم الله. بداية خلنا نبدأ وياك أستاذة جميلة، أكدت الأمم المتحدة أننا بحاجة ملحة لدور الشباب كشركاء مهمين في الجهود العالمية المبذولة في التنمية المستدامة. هذا الأمر يحتاج، أو هذا الأمر علشان نحققه يتطلب تمكين للشباب. شنو أهم المهارات المطلوبة علشان نقدر نمكن هذا الشباب في هذا العصر من وجهة نظرك؟ أول شيء صبحكم الله بالخير، وكون اليوم العالمي للشباب أحب أن أنا أحيي جميع الشباب وأقول لهم إن شاء الله من هالأمام ومن إنجاز إلى إنجاز ومن عطاء إلى عطاء. بناء على اللي حضرتك تفضلت فيه وتسأل عن التمكين وشنو أهم المهارات، ما يخفى على الجميع أن حاليا إحنا صرنا في زمن الرقمنة والتحول الرقمي، وأيضا مع العولمة لما العالم عندك كله ينكشف على بعضه لازم يكون في مهارات عدة، منها الكوميونيكيشن، منها النيغوشيشن، منها كيفية استخدام فعليا التكنولوجيا لتطوير المهارات ومن التنمية كعام. فأنا أشوف أن حاليا المهارات الأساسية أن كيفية تواكب وتطوير المهارات التكنولوجية طبعا انت تتحكي عن مقتبل العمر من الاطفال الى المراهقين الى الشباب اللي احنا موجودين اليوم عليهم ان شاء الله. نقدر ندشش هذا الامر في مثلا المدارس طبعاً، خاصة المراحل طبعاً. يعني نقول احنا يعني نقول الابتدائية على سبيل المثال، بحيث انهم هم ايضا يبدون يتشربون من هذا المجال ومن ثم يكبرون عليه. طبعا شوفوا حاليا بسم الله عليهم الاجيال الجديدة كلها اوريدي ما شاء الله قاعد تطلع عارفه ومتطوره، والدليل انك تشوف طفل بأربع سنين بسم الله عليه يستخدم الايباد يمكن افضل من اهله. نعم. فالجميل بالامر انه حاليا الفتره الاخيره احنا لاحظنا حتى بعض المدارس اللي ان شاء الله شفنا حتى توجه ايضا من المدارس الحكوميه اثناء جائحه كورونا توجهوا لبرامج تيمز والامور التكنولوجيه حتى حق التواصل واستكمال التعليم. فالجميل بالامر انه حاليا بعض المدارس الخاصه وايضا الحكوميه مكملين على هذا النهج وقاعد يطورون من مناهجهم الحالية لمواكبة هذا الأمر لتنمية التعليم الحالي. نعم أستاذ فهد، ودنا شوية يعني نكمل على كلام الأخت جميلة بالنسبة لاستخدام التكنولوجيا والوصول إلى الاستدامة من خلال التكنولوجيا، شلون نقدر أن إحنا نساعد الشباب في تطبيق هالشيء؟ صباحكم الله بالخير، قواكم على الاستضافة الجميلة. اليوم أنا ما أخفي 12 أغسطس يوم الشباب العالمي، وهذه احتفالية كدولة الكويت سلطها على دور الشباب واهتمامهم بإمكانياتهم وتطوير مهاراتهم. في مسألة اللي هي مسألة الإلكترونية وتطوير مهاراتهم، أنا ما أخفيك اليوم في اهتمام من الدولة بشكل كبير أن كونها هي قاعد تطور مهارات جميع من الشباب في تطبيق البرامج، في الدورات الورش. احنا ك يعني احد اعضاء او احد لجان مجلس الشباب كثير قاعد نسعى ان احنا نطور هالمساله هذه على اساس احنا نواكب في اليوم الشباب العالمي في هالمساله. جميل. استاذه جميله، شنو اهم المطلوب او الاشياء المطلوبه اللي تمكن الشباب وايضا تطورهم في وقتنا الحالي؟ احد شراكات اللي انجزناها مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سوينا معاهم اللي هي الايديثون، اللي هو ماراثون الافكار، اللي هو كان تركيزه على برنامج سهل الحكومي اللي احنا كلنا نستخدمه
وشيء إجباري صار لأن جميع الخدمات صارت متوفرة عليه. أحد المعلومات الجميلة اللي ذكرها أحد الأشخاص في الجهاز المركزي أن تقريباً آخر إحصائية يعني ذكرها أستاذ ما كنت غلطان كان اسمه يوسف، كان تقريباً 22 مليون معاملة تمت عبر تطبيق سهل الحكومي خلال هالسنة هذه بس؟ السنة اللي فاتت الفترة من إطلاقه لي تقريبا كان الايديثون مالنا قولي على شهر 12-11 فلين من الوقت اللي أعلنوا كان تقريبا 22 مليون معاملة. جميل. فلما أنا أقول لك أن دولة الكويت بالسيجمنت شرائح كلها مالتها ما أقول لك بس الشباب استهلكت تقريبا 22 مليون معاملة في التطبيق هذا، فهذا معناه أنه صار شيء أساسي ان انت تطور من المهارات التكنولوجيه التمكينيه نفس ما حضرتك قاعد تقول. زين انا شلون امكنهم؟ الجميل في الامر الفتره الاخيره يعني ما شاء الله الواحد لما يدور بالسوشيال ميديا يعني تبارك الله حتى بسم الله عليه استاذ فهد وغيره والعديدين من الزملاء والزميلات ماكو توقف للانجاز، يعني ما شاء الله انا وايد قاعد استانس في حلقات نقاشيه عديده، في فوكس جروبس اللي هي تجمعات الافكار والعصف الذهني، في المؤتمرات، يعني انا شخصيا الحمد لله تشرفت ان انا اكثر من مره اطلع باكثر من مؤتمر ونتكلم عن كيفيه دمج الحكومه مع التحول الرقمي مع القطاع الخاص مع المجتمع المدني، فصاير في تحرك. شلون احنا نمكن؟ صار في تحرك على سبيل حتى المستوى الشخصي، كل فرد فعليا الحمد لله هذا شيء يعني يسعد الانسان انه صارت الأشخاص كلها قاعدة تحاول إن هي تلعب دور إيجابي في مجتمعها، بإن هي شافت إن في مجال للتطور، فكل شخص خذ على عاتقه المسؤولية، فصار في تنوع، فالتمكين صارت ببرامج تدريبية من جهات الحكومية، يعني مثلاً هيئة الشباب ما شاء الله مو مقصرين عندهم وايد برامج، عندك كسر، عندك كيفاس، القطاعات هذه كلها صار عندها برامج تطويرية وقاعد يجيبون أشخاص ذوي الاختصاص وما شاء الله قاعد يطورون من المتلقي. البرامج فقط رقمية؟ لا متنوعة، يعني ما نقول في مثلا برامج حرفية على سبيل المثال؟ أحد البرامج اللي اسم الله عليه حتى أنا ولدي داش فيها ما شاء الله اللي هي برنامج علموهم شلون يصيرون مدربين معتمدين، وبعد ما سووهم مدربين معتمدين الحين قاعد يخلونهم ياخذون ساعات تدريب علشان يمكنونهم ويوصلونهم ان هم مستقبليا احد قطاعات اللي هم يدربون فيها. يعني انا شخصيا ولد بسم الله عليه قطاع التكنولوجي بالرغمنه، فيحب انه يعطي دورات التدريبيه ذات طابع تكنولوجي، بس يعني شوف مثلا هذه مهنه ان هم قاعد يخرجون اشخاص يعرفون ان شلون يدربون، وانت عارف التدريب يبي له مهارات عده. صحيح. منها ان انت شلون توصل المعلومه، شلون مثلا اشرح لك نقطه واكون وايد كلير فيها بحيث ان انا افيد المتلقي. هذه الفكره ممتازه خاصه ان الصغار او الشباب عفوا الشباب اسهل له انه يتلقى المعلومه من احد قريب عليه بالعمر يستخدم نفس المفردات رذمه نفس الرذم. صحيح. يعني تلاحظ مرات ان المدرب اذا كان وايد بطيء او وايد يعني من جيل ثاني الشباب يفقدون الاهتمام، هذا واقع احيانا يحصل. فلما يكون لا كبره ونفس الاهتمامات ونفس التكنولوجيا ومواكب نفس الاشياء يهتم في الدوره اكثر. هذه فكره. صحيح. وايد صراحه ممتازه. هيئة الشباب بسم الله عليهم هم اللي سوينها. بس انا ودي ارجع حق قلتي ماراثون الافكار. اي نعم ماراثون الافكار، شنو تذكرين لنا من الافكار اللي طلعت فيه وانصدمتوا وانبهرتوا فيها؟ صراحة احنا تعاوننا مع الجهاز المركزي بفئتين اللي هم اسم عليهم هم الجهاز المركزي ما كنت غلطانة سوي يمكن حق ست فئات، ولكن اللي احنا تعاوننا معاهم فيها كانت اول فئة اول انطلاقة كانت لهم فئة الشباب، والفئة الثانية اللي احنا تعاوننا معاهم اللي هي فئة ذوي الإعاقة. فئة الشباب كان الجميل فيها التنوع، كان في اسم عليهم من عمر 17-18 لين تحتين ثلاثينات للي يمكن شكله غشة بالأربعين بس مر ما حد درى عنه لأنه ما كان أحد قاعد يشيك. شباب القلب. شباب القلب واحدة منهم خلاص 38 يعني قريب على 40. كان في تنوع بالأفكار، في ناس بناء على احتياجهم. أكثر شيء أثر فيني أنا شخصيا مو بس فئة الشباب ذوي الإعاقة. نعم. يعني هذه الورشة كانت جدا جميلة، كان في أفراد ذوي الإعاقة نفسهم وذويهم أهلهم وأيضا الناشطين. لما تحكين تقولين فئة ذوي الإعاقة كان في الصم، كان في البكم، كان في مفقودي الأطراف، أولياء الأمور ما كانوا فقط أولياء الأمور مثلا ذوي الإعاقة الكبار، لا كان في أولياء أمور اليهال الصغار من ذوي الإعاقة. فشوفي يعني احتياج ولي الأمر حق ذوي الإعاقة غير عن الشخص نفسه المعاق. فاكتشفنا أن
احد الافكار اللي حيل اثرت فينا ان في بعض الامور هم معفيين من رسومها، ولكن التطبيق سهل مو متطبقه بناء على بعض الجهات الحكوميه. يعني شوف هذا يعتبر احتياج بسيط، المفروض انه يعني ما يحتاج فيه عصب ذهني، ولكن جزاهم الله خير سلطوا الضوء على هالموضوع. وباذن الله الحين كنا قاعد نسولف مع الاستاذ تو تحت الهواء، يفترض ان الحين الجهاز المركزي ان شاء الله قاعد يدشون على المرحله الثانيه بتصفيه الافكار وتاهيل اللي ممكن تطبيق منه ان شاء الله. اخوي فهد، يمكن قبل شوي استاذه جميله ذكرت شغله ان انتم كشباب، حتى انت شباب زين للحين، انتم كلكم شباب ان شاء الله، الله يعطيكم الصحه والعافيه. انتم كشباب في عندكم مجموعه أو عندكم تجمعات تصير فيها أفكار جديدة وفي حماس داخلكم، يعني في أنتم قاعد تحدون نفسكم. أبي أعرف شلون قاعد تحدون نفسكم في أي مجال. صح أن العالم كله متجه إلى الرقمنة، صح أن العالم متجه إلى التكنولوجيا، ولكن إحنا دائما نقول أن الحرف اليدوية سبحان الله يعني وجودها مطلوب في كل المجالات. صحيح، احنا اليوم كانت تجمعنا جميع المجاميع الشبابيه، كنت نجتمع في جزء منها في مجلس الشباب، جزء منها من هيئه الشباب، جزء منها في الجمعيات النفع العام، كونها اغلب الجمعيه جمعيه رواد الاعمال، كثير من الجمعيات جمعيه المشاريع الصغيره، كثير منها نجتمع معاها على اساس نطور بيئه الاعمال في الكويت. اليوم الحمد لله الكويت داعمه جدا في مساله رياده الاعمال وتمكين الشباب وتحفيز الشباب في دورات وبرامج حكوميه، كونها هي تاهل الشباب للخلط بين بيئه القطاع الحكومي والقطاع الخاص. لما نرجع احنا في الحرف، إذا ما خانتني الذاكرة في الهيئة العامة للشباب كان عندهم حرف مهنية ويدوية، النحت على الخشب، المسابيح، جزء من الأعمال الفنية، هذا يقول حرف قديمة ويحافظون عليها. طبعا هذه لا زالت هي قاعد يطورونها، كونها هي تخدم في الطابع الكويتي، انهم ما حبوا انه هي تنمحي في مسألة. أنا عفوا أستاذ فهد، أنا أتكلم عن الحرف اللي تفيد البلد، يعني حرفي في مثلا نقول إحنا في الكهرباء على سبيل المثال، حرفي في السيارات، حرفي ترجع للبلد بالفائدة. أنا ما أبي أتكلم عن حرف قديمة. ممتاز. أشك مسبح، حتى أنا أشك مسبح سهلة. صحيح صحيح. في المسألة هذه يعني الحمد لله الهيئة العامة التطبيقي عندها ورش خاصة لتاجية شباب، هي شهادات علمية، ما هي ماجستير وبكالوريوس، تعتبر الدبلوم وتمكين الشباب في الهندسة، في مسألة صيانة السيارات، في الكهرباء، في التصميم. هذه تعتبر الحرف اللي احنا اللي مكنوا فيها الشباب. في فئة كبيرة حرفية ما هي شهادة علمية، هو عنده شغف يحب انه هو يطبقه، فلجأ للهيئة العامة للتطبيق، هي تتبع للدولة بالنهاية، هي هذه البرامج اللي قاعد تمكن فيها الشباب. اللي وبالإضافة أنا ما أخفيك، اليوم لما هي مو مسألة ان هي مخرجات، ان هي قاعد تطلع وتمكن وتحفز الشاب انه هو ياخذ في الهيئه العامه الصناعه محل تجاري، انه هو يمارس حرفته، مو بس اني انا اخرجك فقط. هذا دور الشباب، احنا لما نتكلم في 12 اغسطس انه هو احياء روح الشباب، شنو الدوله اللي مكنت الشباب في مساله الخلق بين القطاع الخاص والحكومي وتحسين بيئه الاعمال في الكويت. نعم استاذ فهد، حابه اضيف شغله بس، يمكن الشباب يعني دائما مشغولين بقطاع الاعمال البزنس، ونسمع كلمه كل واحد فيهم بسوي لي بزنس، حلو، وهذا مو غلط، لان اكيد الانسان خاصه لما يكون بدايه عمره محتاج يشتري اشياء وايد يعني، ولها كوست، سياره، تليفون وغيره، وسفر، ويشوف العالم في السوشيال ميديا وين رايحين وجايين وشنو شارين، ففي تكلفه عليه. لكن انا اشوف ان الاهم من ان الواحد يسوي له بس بزنس او يركز على قطاع المال والاعمال، انه يبني شخصيته، صقل الشخصيه اللي هي المواهب، القدرة على الحديث، الأسلوب، هذه الأمور تحتاج برامج وتحتاج تركيز أكثر بكثير من مجرد أن أنا شنو أسوي لي بزنس، ولا أفتح لي بزنس كوفي ولا غيره، ولا صح ولا لا؟ ما تلاحظ أن الإنسان في بدايته وفي وظائفه الأولى ممكن يكون موهوب،
ومتفوق ومعاه شهادات وكل شيء، لكن ما عنده تدريب على الأسلوب، شلون يكلم مديره، شلون يكلم اللي عنده، شلون الوقفة، لغة الجسد، وايد أشياء ما ما تعتقد أنه آن الأوان اللي يكون لها برامج تدريبية عديدة؟ أنا يعني إضافة لحديثك، أنا أحد مخرجات غادة المستقبل في الهيئة العامة للشباب. غادة المستقبل خذونا برنامج شبابي يجمع فئة الشباب اللي هو من 22 سنة ل 35 سنة، أهلونا لمدة 3 شهور ان احنا مثل ما تفضلتي شلون احنا نتكلم، شلون احنا نقدر نحاور، شلون احنا نقدر ننقل الافكار، شلون احنا نستقطب الافكار، شلون احنا نطورها. والحمد لله هذه اخذت ما هو سنه ولا سنتين ثلاث، انا حضرت الفئه الثالثه واتوقع انه كان في فئه رابعه بعدي، فهذه دور ان هي تدعم الدوله، انا ما اخفيك موجوده. نعم. وقاعد يسلطون عليها الضوء بشكل اكبر على اساس ان هي فئه الشباب اليوم قياده المستقبل ولا تمكين الشباب. اليوم احنا خدمه مجتمعيه، خدمه ادبيه، اخلاقيه، تحد من فئات كبيره يعني اللي هي فئه المخدرات، البطاله، التفكير السيء. اليوم احنا لما نتكلم كبرامج حكوميه موجوده للامانه، عشان نعطي الدوله حقها، موجوده للامانه. وفي جزء من مخرجاتها اذا كانت تحضرني او ما تحضرني، جزء اللي يحضرني فيها قاده المستقبل، هذا احد برامج الهيئه العامه للشباب. جميل. استاذه جميله، فيما يخص برنامج الارشاد للمراه او القياديه او المراه او القياده او الارشاد القيادي للمراه الكويتيه. برافو. الحريم كل شيء بتناشفونا. صحيح. لازم المراه تقود، ما تقدرون. نساعدكم. نساعدكم. نساعدكم شوي. طيب، هذه البرامج التدريبيه شلون تساهم في صقل وبناء هذه الشخصيات او هذه المراه في هذا المجال بالتحديد؟ يجاوب عن السؤال اللي حضرتك تو سالتي، يعني كنت قاعد اسمع استاذ فهد ويجاوب. بناء على تجربتي بمجلس الشباب الكويتي، وبناء على احتكاكي الدائم مع شباب الكويت، وايضا نسمع عليهم من جنسيات مختلفه، الحمد لله تشرفت عمل فيهم. انا تقريبا عندي فوق ال 14 سنه خبره ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. تبارك الرحمن. فاحتكيت مع وايد ناس، مع وايد انماط. اي نعم، لاحظت اللي حضرتك تفضلتي فيه، يعني تلاقين ممكن يكون شخص عنده شهاده جدا عاليه، يعني تصل الى دكتوراه، ولكن تقولي له وصل لي معلومه بسيطه، ما عنده القدره. هل هذا عيب في شخصيته؟ لا، بس ما عنده هذه المهاره. نعم. بعض الوظائف تكون وايد كريتيكال، وايد مهم انه يكون عنده هذا الشيء، ولكن للاسف ما يكون عنده. انزين، بناء على الملاحظه هذه، كوني انا اصلا باحثه ماجستير، فانت لازم تبحث عن كل شيء وتركز وتشوف الامور، فلاحظنا ان فعليا في مهارات ناقصه في العديد من الاشخاص، ولكن انا الفئه اللي تهمني في برنامجي اللي هو برنامج الارشاد القيادي للمراه الكويتيه. إيه؟ شوف على طول كامله. إيه؟ لاحظت ان منها الكوميونيكيشن، النيغوشيشن، الفيجنري ثينكينج، التفكير اللي نقدر نقول الرؤوي نفس ما نقول بالعربي. يعني برنامجنا هذا الحمد لله، يعني طبعا انا النائبه مالتي اكاديميه عميده في احد الجامعات الخاصه، وما شاء الله عليها ايضا لها دور في القنصليه التجاريه الامريكيه، فخذيت منها الجانب الاكاديمي البحث مع معايير قياس متشدده جدا وتخضع لمعايير عالميه منها الاس اتش ار ام والسي بي دي، وحطيت حتى الورش اللي انا عندي في البرنامج خاضع لجميع هذه الامور، بحيث انه لما ندش عندي المسترشده اللي هم راح يكونون من 25 الى 30 ان شاء الله، مسترشده معاييرهم من 21 سنه الى 34 سنه، يكونون كويتيات باربع كاتيجوريز رئيسيه، اربع نقدر نقول قطاعات رئيسيه اللي هم الرياضه، تكنولوجيا، رياده الاعمال، ونقدر نقول الجانب السياسي الى حد ما. ما راح نعطيهم التدريب التقني لهذه القطاعات، ولكن راح نعطيهم التدريب والاسترشاد لنخرج قادة المستقبل نفس ما استاذ فهد ما شاء الله عليه خضع لها البرنامج. بس احنا شفنا ليش المرأة، لان بناء على التجربة اللي انا عشتها، وبناء على خبرتي، وبناء على المجلس اللي قاعد يبتسم، وبناء على المجلس، لاحظت انه يوجد نقص نريد ان نعزز. نقص فقط، نقص في تواجد هذه البرامج التدريبيه كقياده.
تبارك الرب. قول وياك تبارك الرب. قول وياك. الله يبارك فيكم ان شاء الله. المره الجايه احصائيات معنا اذا كذي السالفه. انا معك متاكده. ردت على السالفه. معاي السالفه؟ لازم يصفون يا بعض. كم وزيره؟ قاعد يمي هذا. كم وزيره؟ عطنا كم وزيره؟ مو صافين مع بعض. هي احنا مستندين على احصائيات. احصائيات. قاعد تقول لك كم وزيره عندنا؟ كم وكيله عندنا؟ من اصل كم؟ قصدها في الوظائف القيادية. أوكي. ما في نسبة وتناسب، هذا اللي قاعد تقوله. ثانيا القائد لما أنا أقول لك قيادات نسائية مو لازم مسمى، مو لازم تايتل وزيرة. أنا أبي المرأة، لأن أنا من ارتكازي لما أقول مرأة، لأن أنا بناء على خبرتي، أنا لما مسكت قطاع الأدوية مال وزارة الصحة يعني كان يبي لها مهارات يعني وايد مهمة. الحمد لله، ألف حمد وشكر، أنا كانت عندي من قبل، لأن أنا بانية نفسي، وبناء على ترى بعض مرات في أمور تيك من الطفولة مع أهلك يعززون هذا الشيء. صحيح. فأنت لما تحط حتى رئيسة قسم، لما تحط حتى تيم ليدر، موظفة عادية لازم يكون عندها المهارة أنها تكون قائدة. قائد مو بمسمى، قائد في إمكانية، في كيفية أنه ممكن يكون أنت مسؤولك ما يعرف يقود فريق. انت تكون عضو فريق عادي، ما عندك تايتل، ما عندك مسمى، بس ترى انت يمكن ممشي الليله وهو اللي طالع بالصوره، ولكن انت اللي ماشيه. صح، هذه وايد، فهذه مو مهم ان احنا نطورهم. هذه موجوده عند الرجال والنساء، واكثر شيء ايش كثرهم موجودين حريم في المناصب. لازم حريم انتم اكثر طبعا. الله يبارك فيكم. انتم بالله عليكم خذيتوها من قبل، الحين ساعدكم. خلنا نسال فهد، هو خذ البرنامج، ايش رايك فيه؟ هل المهارات هذه فادتك؟ شلون تحس انه مثلا شنو المهاره اللي فعلا قدرت انها تفتح لك ابواب؟ الحمد لله احنا اليوم نتكلم في 2024 عن اضافه للاستاذه جميله. كل واحد فيكم بيرفع حق لا الثاني. لا والله مو انا ما اخي يعني. احنا اليوم كنا نتحدث تحت الهواء، مجلس الشباب اول ما تقدموا له كاكثر نسبه شبابيه، وكان نسبة بسيطة جدا للعنصر النسائي. اليوم ما نتكلم كعنصر نسائي، نتكلم كتمكين قياديين اليوم، سواء عنصر نسائي ولا عنصر شباب. اليوم نبي نسوي كثقافة مجتمعية، ان احنا نرفع من ثقافة المجتمع. لما تكون الثقافة شبابية اكثر من النسائية هي غير محفزة بالنهاية. اليوم خلق اليوم انا 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 حديث الكلامها اني انا اراجع في جهات حكوميه استصعب في اني اوصل الفكره للعنصر النسائي. فلما تكون هي ما شاء الله مطوره مهاراتها، العنصر النسائي خلاص فهم بيئه اعمالي، فهم علاقات، لانه ما شاء الله هم قاعد ياخذون اكثر نسبه الحين يعني. إيه ما شاء الله. لا هم بعد ما شاء الله هم عندهم حميه حق بعض اكثر. والله انا قاعد اشوف يعني انا عندي احساس وصل لي يعني. ما اخفي استاذه، اليوم في تمكين الشباب، والحمد لله اليوم كاحد برامج قيادة المستقبل هي مكنتني اني انا اوصل لابحث في مسألة الدكتوراه الان. نعم. الحمد لله هذه دور الدولة، واللي هي تشجيعها وتمكينها واشراقاتها، هذه يعود بالنفع علينا احنا كمواطنين وكشباب للدولة. اليوم انا ما اخفي، اليوم نواة الدولة ما هي بمشتقاتها ولا بمشاريعها، بالشباب. لما نتكلم في شباب، هذا حنا اللي نقدر نحاول نتعب فيه. حنا كثقافة قاعد نحاول نمكن الشباب، وقاعد نبحث في الشباب ونطور مهاراتهم على أساس أن هم اللي راح يستلمون زمام الأمور في المستقبل. نعم، ثروة أكيد الشباب، ثروة الوطن للأمانة. نعم، أنا ودي بس أضيف شغلة على اللي توك قلته، أن يعني شعور الإنجاز يعني من بعد حضور هذه البرامج ومن بعد الدخول في قطاع العمل، لما الشخص يحس انه منجز، الشخص هذا راح يكون بصحة افضل، يكون بعائلته شخص يعني يقدر يحتوي العائلة ويقدر انه يربي جيل متوازن. اوكي، اذا ما عنده انجاز وبس قاعد يبصم ويطلع ويروح وهذا، تعال عاد شوف يدخل في دوامة من القلق، الاكتئاب، الضياع، غيره. فأهم شيء يعني أهم مخرجاتكم أتوقع اللي هو شعور أن أنا إنسان منجز. صح؟ صحيح. وهذه تحفز نسبة كبيرة، تحد من مشاكل كثيرة، مشاكل نفسية مثل ما تفضلنا، الجرائم، الفراغ. وقت الفراغ هذا إذا أنا ما شغلته سواء في تطوير مهارة، في توسعة بزنس، في تطوير برامج، حرف، أي إن كانت، إذا خاصة إحنا نعرف يعني إذا ما شغلت نفسك قعدت تسولف، قعدت تضيع وقتك. اليوم وقت البشري هذا وقت ثمين لا يقدر في ثمن.
اليوم لما يكون الشاب ولا سيده الاعمال او ربه بيت اذا ما كانت هي مثمره في بيتها ما نشوف انتاجياتها. تو الاخت تكلمت عن ثقافات جديده او زرع قيم. صحيح. حلو. انا جمله وايد عجبتني الحين قاعد اشوفها عند الشباب ما كانت موجوده لما احنا كنا بالعشرين، اللي هي شنو؟ يحلو الفشل، بالعكس الفشل شيء حلو. هذه يعني الفكره ما كانت موجوده قبل، الكل كان خايف طبعًا من الفشل. الحين لا، قاعد يزرعون فيهم قيمه ان الفشل هو اللي راح يوصلك الى باب النجاح. صحيح. يعني شوف شلون عكسوها، عكسوها بشكل يبني ثقه الانسان حتى بفشله. هذا ترجع من باب التحفيز. تحفيز نعم. يعني اليوم بنتكلم الواحد اذا ما فشل هي ما تعتبر، يعني اليوم ما وصلنا لهالمرحله احنا نوجه الشباب ولا نمكن الشباب ولا نرشدهم الا في فشل. بس احنا سابقا عندنا ثقافه ما حد يتكلم عن الفشل. وين كنا وين صرنا؟ وين كانت بداياتنا؟ كنا وين وصلنا اليوم؟ والله ضربنا شوط. اي بالضبط. يعني اليوم مساله الفشل بدايه انتاجيه هالبرامج هذه، ترى انتاجيه كانت فيها فشل. نعم. الامم المتحده بدايتها كان فيها فشل، يعني بالبدايه كون الشباب سلطوا الضوء على اساس انه صحيح في فشل وفي انجاز. خلينا نسلط اليوم 12 اغسطس يوم الشباب، لانجازاتهم، لاعمالهم، لثقافاتهم، للفكر اللي وصلوا له. اليوم هذا تحفيز من باب دور الشباب المجتمعي. نعم. ساده جميله، يمكن من وجهه نظرك التكنولوجيا، نقول احنا تكنولوجيا الاتصالات، ايش كثر قاعد تمنح الشباب، يعني او ايش كثر راح تساهم في التنميه المستدامه؟ الحين كون يعني اليوم العالمي عن الابتكار والشموليه بالاستدامه، كنت قاعده اسولف مع الاستاذ فهد تحت الهواء، كنت قاعده اشرح له ان انا كرائده اعمال بعض الامور اللي انا اسويها بشركتي اللي هي الامور اللي نقدر نقول الاداره الذكيه. فكنت قاعده اقول له احد الحلول التكنولوجيه اللي كبزنس اونر كرائد اعمال ممكن انه هو يطبقها عنده في الشركه هو يعني حل تكنولوجي الطبقه يزيد من فعاليتك ويزيد من انجازك انت كرائد اعمال. لان احنا اغلب المشاريع عندنا في الكويت، وللاسف ما يحضرني حاليا الرقم بالضبط، بس اظن ما كنت غلطانه فوق 60,000 مشروع صغير ومتوسط في الكويت، يعني رقم مهول. ف شنو الامور انك الاستدامه شلون نحرص عليها؟ لما انت يكون عندك الادوات الصحيحه بان انت تسهل حياتك، بان انت تنجز اسرع بدقه اكثر، هني انت راح يكون عندك نجاح مستدام. ايضا اذا جينا حتى حق القياده كليدر، انا كقائد حق نقول مؤسسه، اكيد انا كشخص ما عندي القدره اني انا اكون اسوي مايكرو مانجمنت اللي هي ادق طريقه للاداره، اللي انا اعرف مثلا فلان متى حضر، استاذه متى يت يوم بصمت، ما راح نتحكي عن البصمه، متى كانت البصمات. التكنولوجيا حلت محل اني انا اقعد وادقق بهالامور، تعطيني احصائيات بناء على ديتا اللي هي البيانات مالتك، تسوي التحاليل تعطيني اخر شيء تقرير جاهز المؤسسه الفلانيه، حتى ما راح اقول لك على قيمه الفرد، تقول لي مثلا المؤسسه الفلانيه لاحظنا ان الفرع الفلاني عنده تاخيرات عديده. انا كليدر بناء على التكنولوجيا دريت ان انا عندي خلل في هذا الفرع. شنو الخلل اللي هني سوالي هايلايت على هذا البرانش هالفرع، فاقدر انا ادقق عليه. فالتكنولوجيا لما تي معنا استاذ هي اكيد لها نقدر نقول تحديات عديده، ها خاصين منها، ولكن في نفس الوقت مع الادوات الحاليه تقدر تكون اكبر مناصر لك، بان انت مع الزمن اللي احنا فيه، يعني انا عن نفسي مثلا بيت، وظيفه رئيسيه، بزنس اونر، وظائفي التطوعيه، الامور هذه، وانا كانسان ما عندك وقت، انت عندك 24 ساعه باليوم. نعم. متى تنام؟ متى تقعد؟ استخدم التكنولوجيا، استعمل عليها. تفضلي. بالحديث عن التكنولوجيا نتكلم شوي عن الذكاء الاصطناعي. نعم. حلو. الاي اي، اول ما تدخلين مثلا على اي تفعيل سوشيال ميديا يطلع لك على طول اعلان. اي نعم. استخدم الذكاء الاصطناعي في اكونتاتك، في ترويج منتجك، في جرافيكس، في كذا في كذا في كذا. اليوم انت كرائده اعمال وبمناسبه اليوم العالمي للشباب، اذا في نصيحه ذهبيه تقدمينها لكل شاب حاب انه يسوي له مدخول اضافي عن طريق الذكاء الاصطناعي، شنو يستخدم؟
طبعا انت قلتي ذكاء اصطناعي، انا اظن ارتسمت على ابتسامه شفتيها. انا من المناصرين له، يعني كل مؤتمر اروح له، ويكون عاده يكون معي اكاديميين دكاتره ومعيدين وكذي، دايم ادش معاهم صراحه مشادات. هم يشوفونه بقطاع واحد بس، يشوفونه بالشات جي بي تي. طبعا الذكاء الاصطناعي ما يخفي عنكم ترى هو شيء مهول، هو مو فقط الشات جي بي تي اللي احنا نستخدمه علشان يساعدنا بوايد امور، هو ايضا يساعدك بامور جميله كافكار. احد الملتقيات اللي حضرتها وشفت ما شاء الله مشاريع شبابيه كانوا طلاب جامعه باستخدام الذكاء الاصطناعي، سووا تولز ادوات منها حق ذوي الاعاقه، بان اللي مثلا عندهم اعاقه جسديه على بؤبؤ العين يقراك الاي اي ويسوي انتراكشن، يسوي معك ردات فعل، فيعطيك بعض الخدمات بدون ما انت تستخدمين جسدك وبدون ما انت تتكلمين على بؤبؤ العين. عاد شوفي هذه تقنيه، ترى ما اقدر ادش لك بالتقنيات مالتها، ما اعرف، بس كانت يعني عندهم مشاريع متنوعه مهوله. تين على السؤال مال حضرتك انه شلون يقدر يجني مال من وراء، احد الافكار التبس اللي انا شفتها، يعني مو فكرتي انا الشخصيه بس انا شفتها، قالوا تقدرين تكتبين كتاب كامل باستخدام الاي اي. بس طبعا لما انا اقول لك كتاب كامل، مو معنى اقول له اكتب لي كتاب كامل راح يعطيني اياها بريزولت كامل. هذا الشيء اللي الناس لازم تعرف انه عشان تطلعين المعلومه من الاي اي، من الذكاء الاصطناعي، اذا بقول عن الشات جي بي تي ترى ياخذ وايد جهد ويبي له تدريب خاص، ولازم تتعلمين شلون انت تحاورينه وتطلعين اللي انت تحتاجينه. انا بروح بس حق اخوي فهد لان الوقت غلق، ما عندنا وقت، ولكن ما بنصيحه اخيره، ولكن ودي اعرف من خلال اثنينكم، يعني مو بس فهد، من خلال تجاربكم، من خلال وجودكم في هذا المكان، ايش كثر شفتوا شباب استفادوا من هذه الدورات، استفادوا من هذه المؤسسات، وشفتوهم على أرض الواقع، بنقول نسبة وتناسب، وقاعدين يطورون. فهد. للأمانة يعني احنا لما كنا في قادة المستقبل أو أحد البرامج اللي هي البرامج التدريبية، جزء منه كبير خذينا تمويل من الدولة، يعني رحنا لجأنا للجهات التمويلية ومولونا في جزء من مشاريعنا. أنا واحد من المشاريع اللي أنا تم تمويلها ونفذتها على أرض الواقع. قيس على النسبة، يعني ما أبي أقول لك أنا 70% اللي كملوا معاي خذوا حصة كبيرة من تمويلات الدولة في مثل الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة، اللي هو طور مشاريع. بداية الفكرة كانت في دورة معينة، نحن نلقي الفكرة معينة برنامج معين طورناه على أرض الواقع. قيس على مصانع، الحمد لله صارت في الكويت جزء من المصانع، اذا ما يحضرني مصنعين انقلوا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، المعدات اللي هي الاليه، اللي هو صار العنصر البشري شوي يستغني عنه، كونه في مهن خطره، حمل اثقال، حمل اجهزه معينه، صار الجهاز الذكاء الاصطناعي هو يقوم في دورها. هذه يعني انا ما ابي اقول لك 70% الى 80% اللي طوروا مشاريعهم في ارض الواقع. استاذة، ايش كثر عندكم؟ انا عن نفسي ما راح اقدر اعطيك نسبه لان انا ما عندي اياها، ولكن اقول لك الشخص اللي انت تدربه وتعطيه الورش اللازمه احتماليه استسلامه تقل عن الشخص اللي انت ما استثمرت فيه كلش. فاني انا احاول احسن من لا احاول اطلاقا. جميل. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، استانسنا وايد في اليوم العالمي للشباب، أنتم مثال رائع بصراحة، وتشرفنا فيكم، كل الشكر والتوفيق لك أخوي فهد ضويحي، وأيضا الأستاذة جميلة العتيبي، تشرفنا بوجودكم هنا بالاستوديو.